إبراهيم بكفي، صار لك ساعة تحت المطر. من أيمتى ما بتحب المطر؟ لك يا أخي بحبه بس بكفي. يا أخي اتركني، أنا بحب سلمى والمطر والورد والدنيا كلها. طب خلينا ندخل على شي قهوة بعدين منكمل المشوار. لك تركني لحالي، شو بدك فيني يا أخي؟ روح. ما فيني اتركك. عمر قديش لك ما عزفت على الجيتار؟ شي سنتين. تخيل هيك، انت والجيتار وانا وسلمى ومكان مفتوح وبالليل وعزاف يا عمر عزاف. تعرف فرهوب، أنا حاسس حالي عم تغير. لك أنت ذكرتني بالجيتار. فوت فوت فوت. جاي عبالي أرجع أقعد تحت المطر. إذا هيك ما راح أتركك، شرف. تفضل. حقلت حد
ما نزل المطر. رح يطلع الصبح وما نزل المطر. يعني قولك ما رح يرجع ينزل المطر؟ ما رح يرجع، ليك السما صافية. مشتهي شوف ضو الصبح ونحن بالشارع. قوم قوم قوم، بينتك رح تمرض. قوم. لك لا تخاف علي، ولا إلا مشتهي امرض بإرادتي. قوم امرض ببيتكم، قوم مشان الله. قوم. يا ترى حب سلمى يستاهل كل هالشيء؟ مالك مكترة حمراء؟ لا ما في خواص، إلا تتنقروا مع بعضكم. يا بابا مالك شايف؟ أنت من إمتى بتروحي على الشغل بهيك مكياج؟ من اليوم. يلا بخاطركم. لسه في نص ساعة. زهير ليش هيك عم تحكي مع أختك؟ بعدين أنت شو لك علاقة إذا حاطة مكياج ولا مو حاطة مكياج؟ وبعدين كل البنات اللي بعمر سلمى بيحطوا مكياج. دللوها لشوف، دللوها أكثر من هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الو، اي بدي اياك تاخذ لي اجازه. امتى خلصوا الاجازات؟ طيب خليها اجازه بدون راتب. اخي ما عاد بدي الراتب، خذ اجازه كمان لعمر. امبارح كنا يا اخي كنا مشغولين امبارح. طيب يعطيك العافيه، كتر خيرك. شكرا. مرني ليه بتصير لك؟ شكرا. لا تكوني خفيفة، أنت مو موعدتي اليوم بعد الدوام، خليه هو يتصل ويلحقك. اشتقت له جمانة، اشتقت له. يا الله بدي تنعلمك، اشتاقي له يا أختي بس شوي مو كتير. تعلم مني اللي أكبر منك وأفهم منك وعنده خبرة أكثر منك. أنا اللي بعرف قديش عندك خبرة. شوفي أنا هنن بيحبوني وبيجوا لعندي، أنا فقط بختار الشخص اللي بده يصير أبو الولد. آه بس مشان هيك؟ بس بكفي، لكن أنت مفكرة لشو عم بشتري كل هالأواعي؟ شان الولد. أنا كل شي بيهمني بهالدنيا يصير أم وبس. يا
يا ستي بتستاهلي كل شي بيعملوا فيكي. والله مو قصدي، ما بعرف ليش هيك حكيت معه. فهميها بقى، ابراهيم مانو شايف حدا بعيونه الا سلمى. قليله لهالدرجه حاببها يعني؟ يا ستي ايه، وماله سائل على حدا. تفضلي. سلمى شبك ابراهيم؟ حبيبي شبك، شو صاير معك؟ شو قلتي؟ هلا موت هالحكي، تعال ارتاح. حزروني شو؟ طيب تعال ارتاح. سلامتك، شو فيك؟ ارتاح. قلي شو صاير معك؟ قلي شو قلتي؟ حبيبي كمان حبيبي حبيبي. يعني وانت ضروري كنت تجن مع ابراهيم؟ لك انا ما جنيت مع ابراهيم، انا جنيت معي. يعني كنت عم تتذكرني؟ كنت عم بتذكر أول أيام حب. بتتذكري قديش كنا نمشي تحت المطر ونغني أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضاء لبقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي. تسلم والدين، عذبتك. عذابك راح. لا لا، أنا بدي طعميك المرة. كيف حاس حالك؟ إن شاء الله أحسن. على هالشور بقى كيلو أحسن إن شاء الله. امبارح أول مرة بسمع عمر بيعزف على الجيتار بهالطريقة. ليش كان يعزف؟ لسه ما كملت لك. شو بدك تكمل؟ الحلم. بعد ما بدي عمر يعزف على الجيتار بدينا أنا وأنت نروح سوا. ما في حدا حوالينا؟ لحالنا. كيف بدينا نرقص؟ قومي لهيك. لا لا، مو هلا، بعدين. بعدين؟ ايه، بعد ما تطيب. طيب بلكي ما طبت. لا بعيد الشر، لا تقول هيك، أكيد رح تطيب. صحيح، نسيتني. Thank you.
شو ناقصة؟ ورد. خلص المرة جاي بجيب معي ورد. لما بتكوني موجودة ما في داعي للورد. لقت عليك كتير وخفت. من شو؟ يعني خفت تكون غيرت رأيك وبطلت تحبني. طيب ليش ما خطر لك إني مريض بحبك؟ خطر لي بس أنا ما بدي إياك تمرض. وأنا ما بدي أمرض. ظرف طارق رحنا زرنا مريض. ممكن تفهميني مين هالمريض اللي بتستغرق زيارته 5 ساعات؟ هالمريض بيخصك؟ ايه بيخصني. ناولينا. شو بدك؟ شو بدي؟ بدي مصاري. ما معي. لا ولا شغلة عم تشتغلي جوا. اللي عم يجيني عم حطه حق بضاعة. ما معي. يلا اي ماشي. مصاري ما هيك؟ عم تحطي مصاري بالبنك؟ على كل انا ماني فاضي بس المصاري بدها تطلع يعني بدها تطلع فهمتي ولا لا؟ مو اخوك يتبازى على حسابنا؟ يعني ما بعرف مشغولة شوي. ايه يمكن ما رح افضى. بحاول. بس نحن متفقين انه نتغدى سوا. ما رح اوعدك. ايه لا ما رح اقبل ولا عذر. اسمعي رح استناك 2:30 قدام اوتيل ومية. ايه لا ما حتفكري رح تجي. مع السلامة.
كيفك؟ كنت طالعة من السوق لعندك فورا. يا ستي ما صار شي، تفضلي. عندي كم شغلة بالسوق، خلصن وبلحقك. لا والله ما بتركك لوحدي، رجلي على رجلك. ماشي يلا تفضلي. ممكن نكون أصدقاء؟ أصدقاء؟ أنت عم تقول إنك متجوز. وإذا متزوج ما بحق لي نكون أصدقاء؟ يعني أصدقاء بصير، بس صديقات بأي معنى؟ أنت شلون شايفة؟ أنا الموضوع كله بإيدي جمانة. أنت ليه عم تتهربي؟ من شو بدي أتهرب؟ عم تتهربي أولاً من نظراتي، ثانياً من إنك تحسي فيني. أنت غلطان. لا ماني غلطان. أوعيك تصدقي إنه في رجل بالعالم ما ممكن يعرف حاله لما بيكون مبسوط. هي خبرة ولا؟ فيك تسميها خبرة، فيك تسميها رغبة. بتعرفي إنه أنا ما تفاجأت وقت عرفت إنه الربارة عندك، رغم إنه قال لي المدير إنه هي عند الأنسة سلمى. بس من أول تعامل بيناتنا حسيت إنه في شيء بيشدني إليك. مو مشكلة، بتعرفي نحن جبناء، كتير جبناء، ما بنحكي، نستنى أي مناسبة أي فرصة. يعني أنت عم تفكر فيه؟ صدقيني إنك ما بتروحي عن بالي، حتى أنا مستعد إنه أحبك، بس بشرط. شرط؟ شو هو؟ لما بتتأكدي من مشاعرك الأول. أنا مالي غيرك يا ست ماه، سلمى بتحبك كتير وبتسمع منك، وأنا متأكدة إنه هي بتحكي لك كل شيء. طيب شو اللي مخليكي قلقانة عليها هيك؟ كل شيء فيها متغير، أحيانا بشوفها مبسوطة كتير وأحيانا كتير بشوفها زعلانة. يا أم زهير هذا شيء طبيعي، بنتك كبرت وشي طبيعي يكون عندها هموم. بس أنا قلبي محسسني إنه في شيء جديد بحياتها. وما عرفتي هالشيء؟ لا عرفت ولا هي حكت، بس أنا خايفة يكون شيء ابن حرام عم يلعب بعقلها. وليش ما يكون ابن حلال؟ إن شاء الله يكون ابن حلال. وصاير لعادة جديدة، بتطلع كتير برات البيت وبتتأخر. لا من هالناحية اطمني. وهديك المرة كذبت علي، قالت لي بدي أتأخر ساعة بعد الدوام، ما رجعت للبيت للساعة 7. وعند اللي سألتها وين كنتي لهلا، قال عم نزور واحد مريض زميل إلنا بالبنك. عم تزور مريض؟ إيه، وهي ما لها بالعادة تكذب علي. وعند اللي سألتها مين هالمريض، بخصي؟ جاوبتني بعصبية إيه بخصني. ولا يهمك يا أم زهير، خلص أنا بحكي معه وبعرف لك شو الوضع. الله يخلي لي إياك يا مها، أنا مالي غيرك. تكرم عينك، بس تجي سلمى على البيت قولي لها مها عاوزتك ضروري، ولا أقول لك أنا بمرق عليها على الشغل وبحكي معه. شو صار معك؟ شو حلو محلها هون؟ يعني نزليها شوي صغيرة. هون أحلى. نزليها شوي صغيرة، اسمعي مني. هيك؟ لحظة. أيوة هيك. في صورة لازم نحطها تحت. صورة مين؟ في واحد من الشباب صورنا من غير ما نحس فيه. نحن ما كنا حاسين على شيء. شوفي. شايفي محلاهم؟ يا الله شو حلوين. نقي واحدة نحطها. كلهم حلوين، شو بدي نقي؟ بس كأنه هي أحلى واحدة. هي. أني. لا اللي بعدها. اللي بعدها هي. طيب. ساعدك؟ لا لا. ذكرتني بهديك الحفلة، يا الله شو كانت حلوة. بتجنن ما؟ شو كانوا من شباب وظراف؟ حلوة؟ حلوة كتير. يلا لساتك مصمم على المشوار؟ بدي أعزمك على أحسن مطعم بالبلد. طيب وأنا جاهزة. على أحسن مطعم مو أغلى مطعم. وأنا عم قلك جاهزة. طيب يلا. وهي لغرفتي، وهدول كمان. هدول ليش؟ بدي حطهم بحسابك بالبنك. طب اتركي لي واحدة بس. أمري يا الله. تشرف. صورتك؟ ايه. يلا. طيب خليهم اثنين فتة بسمنة. بصل؟ لا من دون بصل.
اي خلص ما غير صمرك. عجبك المحل؟ ما بوشي. من ايمتى بتجي لهون؟ من شي 7 سنين. وممكن اعرف كم وحده اجت معك لهون واكلت فته بسنه؟ ولا وحده. بعدين حتى لو اجوا كل نسوان الدنيا في وحده بس كانت معي وكنت معها حتى لو ما كنت بعرف غالي. وممكن اعرف شو اسمه؟ سلمى. الترتيب مو ترتيبك يا إبراهيم. إذا وافقوا بيكون من حظ إبراهيم ومن حظ سلمى كمان. على القليل بيحبوا بعض. ما تأخذينا، البيت مو قد المقام. البيت بسكانه، ما دام سكانه أصدقاء أعزاء لإبراهيم فهن قد المقام وأزود كمان. تسلمي يا سلمى، تسلمي. لا عن جد عم بحكي، على فكرة أنا حبيت بيتكم كتير، بالنسبة إلي رح يبقى في ذكرى كتير غالية. شو هالذكرى بقى؟ يعني أول مرة بكون أنا وإبراهيم بحفلة ونرقص سوا. وبعدها حبيتوا بعض؟ لا، حبينا بعض من النظرة الأولى. أنا آسفة سلمى، عن جد ما كان قصدي زعلك. وأنا ما زعلت، بس بتمنى منك تفهميني صح وتقبليني صديقة. برهوم تعال بدي اياك. تعال. سلمى، تعرفتي على ابراهيم منيح؟ يعني عم بتعرف عليه. لسه بدك وقت طويل لحتى تعرفي ابراهيم منيح. بس انا حاسه اني بعرفه من زمان كتير. اوف، لهالدرجه؟ لهالدرجه واكثر. بس طبعا اذا عندك شيء تفيديني فيه ما في مانع، مستعدة اسمعك. قلي لشوف امك وين راحت؟ قالت لي انه رايح على بيت خال ابراهيم. خالك ابراهيم؟ شو اخذت له محا؟ ما بعرف. علي لا تخبي علي، شو اخذت له محا؟ ما بعرف. عم تخبي صاير مثل امك. ماشي، حسابي معك بعدين. علي قل لي حبيبي، هلا امك وين عم تخبي المصاري؟ بتعرف؟ لك قل لي اذا بتعرف. قل لي لجيب لك شغله كنت عم تحلم فيها وانا كنت واعدك فيها. قل لي علي حبيبي وين عم تخبيه؟ روق من وشي ولا روق من وشي.
كيفك امي؟ شرفتي حضرتك؟ والله هذا السؤال بينسأل إلك. أنا اللي بسأل، أنا الرجال هون، فهمتي؟ يا ريتك رجال من حق وحقيقي مشان ما أسألك. هلا ما رح أحكي شي معك، بس نرجع نتفاهم. بس لقلك شغلي يا مهزبي، المرأة اللي بتحترم حالها ما بترجع على بيتها بعد الساعة 9، فهمتي ولا؟ تضرب هالعيش اللي عايشه. لا تزعل امي. شبك ضربك شي؟ لا، بس نكش الخزان، ممكن اخذ المصاري. شبك معه؟ ليش طالع بالليل؟ حسوه. شو بقى عمل لك شيء؟ فوت بنحكي جوا. ما عاد بدي اتحمل اكثر من هيك. هذا الرجال ما بفوت على البيت الا مشان يحط راسه وينام او ياخذ مصاري ويمشي. قضيت هالعمر انا وياه ما قعدنا فيه ساعه واحده مثل العالم والخلق، ولا خلالي فرنك واحد اتصرف فيه بهالبيت. طولي بالك اختي، كلياتنا عم نضغط عليكي. لك اخ اخ، ما حد عم يفهمني. ليش ما حد عم يفهمك اختي؟ ولا معك حق، اصلا ما بصير تضلي تفني عمرك مشان تصرفي على جوزك وعلى اخوك. هيك يا ابراهيم بدك تخليني اندم لاني عم اشتكي لك؟ انت شو لك علاقه؟ بعدين انت اخي. لك انت مو اخي، لك انت ابني، انت بغلاوة علي. طيب اهدي اختي، اهدي اهدي وخلينا نفكر بحل. ما في غير حل واحد، اتطلق. انت اليوم غير شكل يا سلمى. خير؟ شو في؟ مبسوطة. المبسوط ما بيخبر اهله ليش مبسوط. بعدين بخبركم. مثل عادتك بتفرح لحالك وبتزعلي لحالك. هذا رأيي؟ أنا مالي رأي. لا يا أمي، الرأي الأول والأخير لست الحبايب. الله يخلي لي إياك يا سلمى، الله يخليك يا رب.
شو لمين هالطقم؟ بتعرفي لمين؟ هلا انت عم تجيبي ثياب الولد من قبل ما يجي العريس؟ مين قال لك ما اجى العريس؟ لا تقولي لي حسام، هو بذاته. طمنت عليكي معنا. لا هالمرة غير كل مرة، اتفقنا. على شو اتفقتوا؟ أسرار. بعدين بتعرفي. شو عليه؟ ألو؟ أهلين حسام. وأنا مستقلك. الأخبار عند المدير. أنت ما تاكل هم، كل شي تمام. يعني ما بعرف، بشوف. طيب خلص خلص، ما تعصي. ما رح أتأخر. مع السلامة. سلمى. إبراهيم، شو اللي جابك لهون؟ اشتقت لك. تفضل قهوتك. وينو علي؟ علي راح على مدرسته. وانت ما بدك تروح على شغلك؟ اخذ اجازه. شايفه اجازاتك كترانه. هي مو شغلتك. شلون يعني مو شغلتي؟ حسبي الله على النار. خلص خلص، انا اسفه، حقك على راسي من فوق. بس هلا نسوان جايين لعندي. شو اعمل لك يعني؟ شلون يعني شو تعمل لي؟ نسوان بدهم يدخلوا على البيت يقيسوا فساتين وياخذوا راحتهم. بقى الاحسن تشرب قهوتك تطلع من البيت، واذا ما بدك بقلعهم. لا لا تقلعيهم، انا بروح. يا اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلين، شلونك؟ الحمد لله. اهلا 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 يا بيت، اهلا وسهلا. اهلين، تفضلوا. اهلين، الحمد لله. انت تفضلي. اسفين اذا اجينا بوقت غير مناسب. لا هذا زوجي ابو علي وكان ماشي. عن اذنكم لا تؤاخذونا. مع السلامه ابو علي، تفضلوا. بموت اذا ما لقيتك. المفتاح فوق الباب. مرحبا. أهلي، هون بيتي. ممكن ترجع بعد شي نص ساعة؟ يعني مصممة تخليني اتشرق؟ مصممة. بس نص ساعة؟ ماشي. شو بدك؟ بدي مصاري. ليش انت شو اشتغلت؟ داومت اسبوع هون. عم تداوم؟ اخي هي اجرة اسبوع وحل عني، قلنا بنعملك بني ادم. هلا اجرة اسبوع 500 ورقة، هذا ظلم، عم تاكل لي حقي.
عمي اطلع لبرا الله يرضى عليك ورجيني عرض كتافك حل عني روح ايه ليش ما طبختي؟ لك وقت اللي بسألك بتجاوبي، ليش ما طبختي؟ ما في مصاري. وليش ما في مصاري؟ لك وقت اللي بسألك جاوبي، لك ليش ما في مصاري؟ حسون، اخزي الشيطان الله يرضى عليك. وإذا ما خزيته؟ شو يا؟ بنتك مشتاقة للنكد؟ لا والله ماني مشتاقة له. بيشتاق الواحد لشيء له زمان ما شافه. أنا والحمد لله النكد مرافقني من يوم ما تجوزتك. إيوه وهلا حسيتي بالنكد؟ لا حسيت من زمان. إيه إذا مو عاجبك هاي الباب بيفوت جمال. هذا الباب أنت اللي بتطلع منه مو أنا. شو يا؟ طولان لسانك شايف؟ إن شاء الله مفكرة هذا البيت لعليك. حسون الله يخليك خليني أعرف أشتغل. بس تكوني مرة محترمة ما حدا بيجي صوبك فهمتي؟ شفت؟ أنا ماني محترمة؟ لك أنت شو؟ لك أنت ما بتفهم ولا ما بدك تفهم؟ لك أنت مو بس كرهتني الساعة اللي شفتك فيها لا أنت كرهتني لحياة كلها. يعني ما بكفيك عم تجي عطال بطال تنلاعب وشي وتجيني وش الصبح طينة؟ لا لازم كمان قبل ما تطلع من البيت تقبض. شو مالك؟ شوف حسون من اليوم ورايح مصاري ما عاد في، وانت يا بتصير رجال مثل كل الرجال اللي الله خلقهم يا اما انا اللي تصرفت عني معك. عم تفهمني؟ حلو قوياني والله. تتراني مصرياتك ما هي؟ معكن حق، أخوكي صار شغلة كبيرة كتير كتير.